هتروح سريعا لمدينة العالمين الجديدة وبصحبتنا موفد القناة الأولى كريم بيبرس وحديث عن أهم الفعاليات والأنشطة في مدينة العالمين وإزاي تحولت إلى مدينة ذكية بمعايير عالمين. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر من العالمين الجديدة والنسخة الثانية لمهرجان العالمين. الحقيقة أن الفعاليات ما انتهتش من بداية المهرجان، ما زالت مستمرة يوميا، لكن المميز في النسخة الثانية الحقيقة مش بس استمرار الفعاليات، لكن كمان بقى في فعاليات مميزة وفريدة عن النسخة الأولى. يمكن من أهم الفعاليات اللي موجودة الحقيقة هي فكرة الفعاليات اللي بتقام في المسرح الخاص أو المسرح الروماني. المسرح الروماني ده جزء من المدينة التراثية. يمكن المختلف دايما في مدينة العالمين الجديدة ان هي كان متوقع عنها ان هي مدينة ساحلية معتمدة فقط على البحر، لكن المجهودات خلال الفترة اللي فاتت حولتها لمدينة سياحية ومدينة سكنية، مدينة تنفع لجميع يعني الحقيقة الاحتياجات لكل الناس. عشان كده احنا لو بنتكلم في البداية على المدينة التراثية اللي انا واقف قدامها دلوقتي، تم انشائها بشكل عصري وفي نفس الوقت يأخذ من التاريخ القديم. يعني هنلاقي ورانا مثلا واحد من أهم الجوامع والمساجد الحقيقة اللي موجودة هنا في المدينة التراثية. يمكن الشكل في حد ذاته بيحكي عن نفسه، لكن كمان بجانب الحقيقة الجامع في جزء كبير جدا وهي المسرح الروماني. المسرح الروماني بيقام عليه فعاليات كتير جدا، يمكن من أهمها الفعالية اللي انتهت قريبا كانت الفعالية باستضافة الفنان الكبير مدحت صالح. كمان بيقام عليها فعاليات أخرى زي فعاليات يعني استعمال آليات الطبلة على سبيل المثال. لكن كمان المميز الحقيقة في المدينة التراثية ان هي شاملة وجامعة، يعني بيقدر يجي المكان هيقدر يعدي على المسرح الروماني، هيقدر يعدي على مجمع السينمات، هيقدر يتجول داخل المدينة التراثية اللي بتحكي كمان في بعض الأحيان تاريخ المنطقة عامل ازاي. لكن الفعاليات في مهرجان العالمين ما بتنتهيش فقط عند المدينة التراثية، لكن على الجانب الآخر الحقيقة من شط البحر في عدد كبير جدا من الفعاليات، من أهمها يمكن اليومين دول هي زيارة طلاب الجامعات من وزارة التعليم العالي لهم مارس نشاطاتهم المختلفة داخل مدينة العالمين الجديدة، نشاطات تشكيلية، نشاطات من رسومات على البحر، الحقيقة كمان كورال للغناء، يعني بطولات ومسابقات في كرة القدم من جميع الجامعات، وشفنا من جميع المحافظات الحقيقة الناس كانت متواجدة، موجودة من المنيا، موجودة من الشرقية، موجودة من المنوفية، موجودة من الإسكندرية. فالحقيقة ان كل الناس تقدر تيجي العالمين من كل المحافظات. لكن المميز الحقيقة كمان انه وزارة النقل قررت انها تسهل شوية على المواطنين من بعض المحافظات ان هم ييجوا مهرجان العالمين الجديدة، ووفرت وسائل نقل ليهم في اتوبيسات فاخرة بتتحرك من القاهرة من محطة عدلي منصور للعالمين الجديدة، بتتحرك في الساعة 7 صباحا وبترجع من العالمين للقاهرة في الساعة 4 مساء. في اتوبيسات تانية بتتحرك الساعة 2 مساء من القاهرة وبترجع 2 صباحا تاني يوم من العالمين الجديدة. في كمان نفس المواعيد تقريبا من الإسكندرية بتصل للعالمين الجديدة. لكن الوزارات كمان بشكل عام تكاتفت، يعني كمان احنا بنتكلم على وزارة الإسكان، الحقيقة نزل وزير الإسكان في جولة خاصة بيتفقد الأماكن المختلفة في العالمين الجديدة ويتفقد الكومباوند أو المقر اللاتيني فيها المساكن اللاتينية، وكمان عدد آخر من الإنشاءات اللي تم إنشائها بالفعل في العالمين الجديدة. الفعاليات النهاردة مستمرة الحقيقة زي كل يوم، الباراموتور موجود، الباراجلايدنج موجود، كل الفعاليات الهوائية موجودة، الفعاليات الشاطئية موجودة، الفعاليات الأرضية موجودة. لكن النهاردة وزير الشباب والرياضة هيكون معاه جولة مع البارالمبيين وأبطالنا من يعني ذوي القدرات وذوي الهمة، وهيكونوا موجودين في يعني جولة خاصة داخل العالمين الجديدة وعلى الشط، وهيشاركوا في الفعاليات المختلفة. لكن كمان بجانب الحقيقة البارالمبيين معانا كمان بكرة يوم مهم جدا، وهي يوم الأساطير أو مباراة الأساطير بين قطبي الكرة المصرية، أساطير كرة الزمالك وكرة نادي الزمالك ونادي الأهلي، هيكونوا موجودين في مباراة بكرة تاريخية وأسطورية، عشان الناس كمان اللي حابة تشارك في هذه المباراة تيجي تتفرج عليها وتشوف كده يعني نجوم وأساطير الكرة المصرية يكونوا متواجدين بكرة الحقيقة هنا في العالمين. وأكيد الناس كلها منتظرة يوم الجمعة حفلة تامر حسني، والحقيقة أن حفلة تامر حسني مميزة علشان يعني لها إقبال كبير جدا من طائفة كبيرة من الشباب. لكن مهرجان العالمين كان مميز في أنه مش بس بيعتمد على الشباب، لكن هتلاقي كده يعني تنوع في أذواق الغناء والحفلات اللي موجودة في مهرجان العالمين في نسخته التانية. يعني يوم الجمعة في تامر حسني، الجمعة اللي فاتت كانت ماجدة الرومي، قبلها كاظم
الساهر. اذا في تنوع واختلاف في اختيار المغنيين وانواع وذوق الموسيقى بشكل عام الموجوده في مهرجان العالمين. يمكن الصوره بشكل عام دايما بتتكلم عن نفسها، لكن وجودنا في العالمين الجديده هو اكبر دليل على انه الفعاليات لسه مستمره يوميا لحد 30 اغسطس، ودي الصوره بشكل عام. والان برجع لكم. شكرا لك يا كريم، كلامك مهم جدا جدا عن ان العالمين فعلا بقت مدينه ذكيه، وان كل العالم شاهد على هذا الامر، وان تقديم هذه الخدمات الذكيه مع وجود مصادر الطاقه النظيفه والخضراء ما قدام سياح من كل دول العالم، يعني بيمثل منظومه بتسمى بالتنميه المستدامه، وده اللي احنا محتاجينه، ومحتاجين نوريه للعالم ان احنا عندنا مدن بهذا التطور التكنولوجي. اكيد.